فريال جريتلي، نقرا ليسي سيتي البستان قليبيا، باك انفورماتيك، جبت 1569. والله انا من نص الدنيا معناها نتبع لي فيديو على اليوتيوب، اما عندي واحد من صحابي نصحني بالبلاتفورم يا اخي، قلت بوركوا با، اما ديجا وقتها فات عرض من الاول للاخر، دونك استنيت اقرب عرض اللي هو ما فاتك شيء وشاركت فيه. والله كانت تجربه اكسلنت، بروفيت باهين، كل شيء تستحق وتلقاه، كوتي مغال ولا قرايه اللي تحب عليه انت، الحصص المباشره يعاونوك على الاخر تلقى فيه كل شيء تستحقه، الحاجه الباهيه اللي من بعد تلقاهم، مثال فاتتك حاجه، مرضت، اي حاجه، كل شيء مفسر، حتى كي ما فهمتش حاجه ترجع للسيلفر اللي تلقى فيه الكور نتاع لي ماتيغ الكل. والله في لي ماتيغ الكل نتيتي باهين، الفيزيك عندي 4 سنين ما نحبوش ما نتيقوش، جيت السنة فهمتو بالباهي مع مسيو رياض لاندولسي. الموقع استعماله سهل، حتى كان ما فهمتش حاجة تنجم تكلم الإدارة يفسروا لك اللي تستحقوه اللي حاجتك بيه، أما هو الاستعمال متاعه سهل لا بأس. ربحت الوقت، قاعدة في دارنا نقرأ، سواء صيف ولا شتاء، مطر سخانة، أنا قاعدة في دارنا، الحصة غبت عليها من بعد نرجع نلقاها، معناه كل شيء خير من اليوتيوب، معناه التمرميد متاع الجديدات والكل ما مش موجود، قاعدة في دارك ترانكيل كومفورتابل اللي تحبوا تلقاه. والله ننصحهم باش يعملوا تقي أكاديمي، مش مجاملة ولا حاجة، أما بالرسمي كانت إن إكسبيريونس إكسيلونت، تعلمت فيها برش حاجات، عرفت بروفيت ياسر باهين، عبيد ياسر باهين، القراية ما متخافش، معناه سلون نيفو متاعك باش تلقى بروف يتلهي بيك، ما يهمش باهي في ماتيغ ولا ماكش باهي، باش تلقى بروف يوفر لك اللي تحب عليه الكل، دونك ما تخافوش. ننصحكم هو ديجا الترافاي افير اللي باش تخدمو في سيونس ديريكت يهبط قبل بنهار بنهارين، دونك تنجم تخدمو باش تبدا حاضر للسيونس. نحب نشكر عائلتي اول حاجه، صحابي، البروفيت اللي وقفوا معانا كوتي مورال كوتي كل شيء، ديما نلقاهم معانا.